توقفوها انت؟ على اساس اللي وقفنا حنا 6 ناس، حنا 9 ناس اللي توقفنا 25 في شهر 12 توقفنا من الشركه بدون سبب، ما عرفناش السبب علاش. جينا عند العساس كنقولوا له حل لنا الباب، ما بغاش يحل. حنا واحد 9 الناس كاينين، واحد 6 كيدخلوا، حنا خدامين في محسوبين على الشركه اللي عندها المقر ديالها في 78 ولكن خدامين في رقم 80، وجاو جينا طردونا بدون سبب ما عرفناش علاش. كان قلنا للعساس حل لنا الباب، قال لك امر بنت الباترون، قالت لي ما تحلش لهم فهمت، يعني ما بغينا ما عرفناش علاش. قلنا لي واش ما قالت لك والو؟ قال لك هادشي اللي قالت لي، قالت لي ما يدخل حتى واحد الا شخص واحد التكنيسيان ديال الشيما هو اللي يدخل، ما تبقى ما يدخلش. هادشي علاش نظرنا في كونا مكتب نقابي، حنا عندنا من قديم مكتب نقابي كونا في شهر 4 ودلينا لهم بالوثائق ديال النقابه فهمت. فدابا ما ناضوا اش داروا؟ جابوا شي وحدين شهدوا فينا على اساس اننا ما طاردناش، غير قالوا باننا راه الشركه عندها ازمه، راهم قالوا لنا غير شروا ريحوا، في حين ان هذوك جوج الناس التكنيسيان وسميتو التكنيسيان والموديليس لا علاقه لنا بهم. حنا كندخلوا في 80 كنخدموا في في, في 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 رقم 80 وهما كيدخلوا في 78 بعاد علينا، يعني بينا وبينهم مابل نظرا لو سميتها، وكيقولوا بانهم كيتمتعوا جميع الحقوق، في حين انهم ما عندهم لا بيلتان دو باي لا حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي وثيقه كيتمتع بها نهائيا. هذاك السيد اللي قال لك انا عندي جميع الحقوق الموديليست، انا كنقول ليه من هذا المنبر الا كنت عندك جميع الحقوق دلي بها، على الاقل بين للناس واحد البيلتان دو باي، ولا بين للناس واحد 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 لاسانساس ديالك، لاسانساس ديالك، لانك سميتو بانك كتخلص بها، وبان مثلا دخلتي في العام فلان فلاني ودرتي في في في, في سميتو درتي في العام فلان فلاني وها النقط اللي عندك، داكشي كيكون مضبوط، ها لاسانساس ها لابليكاسيون كلشي واضح، دابا ما بقى حتى شي حاجه كلشي في التليفون. هاد السيد انا سيني وانا خدام معاه من 2004، كانت السيد ما تيديكلاري بيا 10 ايام 12 يوم 14 يوم 16 يوم، اساس هاد السيد على قبل واحد الورقه باش نسينوها، ما سينينا ما بغاش نسينوها، اللي حنا خمسه حنا دوك 9 الناس مي سيني ديك الورقه، قال لك اسيدي بدا يدير معايا يوقف فينا شد معنا الضد في هادشي شتو بما سيروا في حاله. وزيدون 2004 راه حنا تنخدموا حتى الليل، تخدموا 12 ساعه ديال الليل، ما عندنا لا اقدميه لا والو. انا دوك راني مريح، تيعطيني 26000 في الشهر، كان تيعطيني من قبل واحد 3 شهور، دوك هما يوقفنا قال لك سير تريح، تجي تنعيطوا لك اسم الاساس ما يعطيني، ما قالوا لا الشهر لا الشهر شهرين لا والو. ديزا يلاه عام هادي واقفين 8 شهور، الناس خدامه وحنا مريحه، الخدمه تيخرجها على برا ضدنا حنا، تيخرجها على برا وحنا تيوقفنا، شنو هو السبب؟ دوكا هي خدمة خدامة على برا وحنا موقفنا. خدم الناس متقاعدين. فهمتيني؟ شنو كطالبوا؟ كنطالبوا بالقانون ديالنا، الحقوق ديالنا، ديك الشيء اللي تعطينا الدولة، أنا ما بغيت منه هو والو، حق تعطيه لي الدولة يعطيه لي، القانون ديالي يعطيه لي.